بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر مهم من أوامر الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هشرح أمر الطباعة عن طريق اللي أوت. عندي هنا زي ما احنا شايفين مسقط أفقي وأنا عايزة أطبعه، هروح على لي أوت 1 بالشكل ده كده. أنا عندي لي أوت 1 ولي أوت 2، ممكن أنا أشيل دي لو أنا مش عايزاها، لي أوت 2 وأعمل لها دريت وأقول له أوكي. ولي أوت 1 ممكن أنا أغير اسمها، بعمل رينيم لو انا عايزه اغير الاسم، اهي رينيم بالشكل ده كده، بدوس بيمين الماوس وبدوس على رينيم وبغير الاسم بالاسم اللي انا عايزاه. انا هخليها زي ما هي لي اوت، واجي ادوس بيمين الماوس عليها واختار بيج سيت اب مانجر، تمام، بدوس عليها بالشكل كده عشان اعمل اعدادات الطباعه. عندي هنا اللي اوت، ممكن ان انا اعمل طباعه خاصه بيا بان انا بدوس على نيو هنا، وهاجي اقول له هنا نيو بيج سيت اب نيم وسمي الاسم اللي انا عايزاه، تمام، لو انا عايزه اعمل نيو لاي اوت جديد. انا هخليه زي ما هو واقول له كانسل، وهاخد اللاي اوت 1 واقول له موديفاي. هنا فتح لي الاعدادات بتاعه الطباعه. اول حاجه اللي هي برينتر بلوتر اللي هي نيم، انا بختار نوع البرينتر اللي عندي المتوصل بالجهاز بتاع الكمبيوتر، فانا بختار النوع من الجزء اللي موجود عندي هنا، او ان انا بطبع بي دي اف زي ما احنا اتعلمنا قبل كده اللي هي دي دبليو جي 2 بي دي اف، ان انا بحول الفايل بتاعي ل بي دي اف. طب انا هعمله كده دي دبليو جي 2 بي دي اف. بيبر سايز اللي هو حجم الورقه، انا هخليه زي ما هو اي 4، ممكن ان انا اختار حجم الورقه اي 1 اي 2 اي 3، عندي هنا احجام كتيره اهي زي ما احنا عايزين، بختار الحجم اللي انا عايزاه، تمام. وبعدين عندي هنا في ريسكيل، انا هطبع لي اوت، ففي الحاله دي مش هيفتح لي فيت تو بيبر اللي هو على قد حجم الورقه كلها، لكن انا هنا في لي اوت لازم ان انا اتحكم بسكيل، فانا عندي السكيل هنا 1:1 زي ما احنا شايفين. لو فتحت السهم هنا ممكن نختار السكيل اللي انا عايزاه اهو لحد 1:100، تمام، انا هخليه 1:1. وعندي هنا مليمتر او انش، لو انا عايزه اطبع بالمليمتر او الانش زي ما انا عايزه، تمام. طيب يبقى دي خاصة بالبلوت سكيل. لو أنا عايزة أطبع فيت تو بيبر بختار ديسبلاي فبتتفتح لي فيت تو بيبر، أنا هخليها لي أوت. بعد كده عندي بلوت أوفسيت اللي هي وضع الرسمة في الورقة، عندي بحدد الإكس والواي اللي حوالين الرسمة نفسها، تمام. طيب برضو هنسيبه زي ما هي 0 0. عندي هنا الدروينج اورينتيشن اللي هو شايفين كده حرف الاي هنا ده، لما بيبقى لاندسكيب الشكل اللي احنا شايفينه ده، او بورتري اهو شايفين بيتغير بالشكل ده كده. هيجي بعد كده على الالوان، انا عايزه اطبع بالوان ولا لا. لو انا عايزه اطبع بالوان بختار اكاد سي تي بي، تمام. لو ان انا هطبع ابيض واسود بختار مونوكروم سي تي بي اللي هي دي، يبقى انا هختار هنا اكاد سي تي بي. وهنا البلوت اوبشنز بخليها زي ما هي اللي هي الاعدادات المهمه. وهاجي هنا اخلي الدروينج اورينتيشن هخليها لاندسكيب زي ما هي كده، واجي اقول له اوكي وبعدين كلوز. يبقى انا كده عملت اعدادات الطباعه بالنسبه للي اوت. هاجي بعد كده ادوس بيمين الماوس واقول له بلوت. زي ما احنا شايفين الاعدادات موجوده هنا، هختار الطبعة بس تاني واجي اقول له دي دبليو جي 2 بي دي اف وبعدين بريفيو عشان نشوفها مع بعض. ادي الشكل اللي هيطلع لي وبالوان زي ما احنا شايفين كده. لو قلت له كلوز وخليتها مونوكروم سي تي بي وجيت قلت له بريفيو خليها لي ابيض واسود زي ما انا قلت لكم. خلاص انا عايزه اطبعها بالشكل ده، بدوس على طباعه من فوق هنا اهي بلوت من هنا على طول بيطبع لي. طب لو دوست على بلوت كده اهي، هنا هحط الفايل بتاعي بي دي اف، هاجي اقول له على دي اهو سيف، بيسيفهولي. ادي الفايل بتاعي بي دي اف زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده طباعه من اللي اوت في برنامج الاوتوكاد.
كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.